ولكن على قناة الجزيرة مباشر. مليونية نظمت واجتمعت في مصراتة الليبية، لم يجتمع مثلها في سوريا. قد يقول متابع من المتابعين: اكلون 30 زلمة عملتم مليون. لهذا المتابع نقول: لا تهتم للصورة، فالصورة لم تعد مصدرا، المهم في الموضوع هو ما تكتبه الجزيرة. وها هي قد كتبت أسفل الشاشة مليونية، معناتها مليونية، وهؤلاء الذين في الشاشة عددهم مليون. لا تتعب نفسك في العد، فالجزيرة تعد.